السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نتعلم طريقة صنع المكدوس. قبل ما نبدأ الطريقة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات ليوصلكم كل شي جديد. أول شي طبعا أنا نظفت البانجان من قشره، جبت 3 كيلات بانجان، نظفته من قشره، غسلته. طبعا لازم يكون حصن البانجان قد الإصبع، شايفه، ونص كيلو جوز، وثلاث روس ثوم، وملح وزيت وفليفله مطحونه، انا جبتها حاره. هلا طبعا بدي اسلق المكدوس، وبس سلقته بنرجع لكم. هاي سلق المكدوس، كيف بنعرف اني استوى؟ شوفوا، بس غزت راس الاصبع فيها تكون استوى. منشيله طبعا من ميته، مننشفه. شوفوا كيف هلأ طريقة التنشيف، حطيته على قماش نظيف، وين؟ بالهواء، يعني ما كان مهوى بالبرندة أو هيك شيء. بده تقريبا يعني يوم كامل ليتنشف من ميته، وبنرجع بس نشفت ميته بنعبي بنحشيه بالجوز والفليفلة. يبقى بنرجع لكم وفرجيكم كيف رح طبعا تصير الطريقة. طريقة تحضير الحشوة، طبعا 3 روس ثوم من قشرهم، من دق الجوز، من نعمه يعني من نعم الجوز، وطبعا بنحط ملح ومعه الفليفلة. ويبقى بس خلصنا الطريقة تبعت الحشوة، بعلمكم طريقة الحشي المزبوط. هلأ رجعت لكم بعد ما نشفوا البانجانات، رشيت عليهم ملح، غطيتهم بقماشي، وحطيت فوق تقريبا سطل مي، يعني اني تقل عليهم لحتى راحت ميته، لازم نتقل عليهم هيك لتروح ميتهم. يوم كامل تنشفوا، هلأ مي ما فيهم. هلأ رح احشيهم دبس فليفلة مطحونة، يعني فليفلة مطحونة، وكسرت الجوز نعمته ما كتير، يعني هاي هذا قوام الجوز، لازم ما يكون ناعم كتير. وحطيت له تقريبا 2 معلقة ملح وتوم، انه 3 روس توم، دقيتهم نعمتهم وخلطتهم مع بعضها. هاي الحشوة. هلأ رح نحشي البانجان. رح نحشي البانجان، هاي حشيناه، بنحطه نصفته بقلب الجراف بلور. نحشي هلا البانجانات، حشيهم مزبوط، مصفط بجراف البلور. هاي هلأ خلصوا المكدوسات، صحتين وهنا على قلبكم. شوفوا كيف قلبتوا يوم كامل، بس لا تروح منه مي، مو بقلبه صارت مي ملح وفليفلة، مي إسا بتنزل منها مشان ما يحمض المكدوس بعد فترة، يعني إذا بدنا نشيله لبعد فترة يعني هيك كم شهر ما بيحمض، بيروح منه كل المي إسا. وصحتين وهنا على قلبكم، لا تنسوني باللايكات. والله معكم.